يعني من مصر، وناخذ يعني اخر المستجدات، وناخذ يعني اخبار المشجع التونسي اللي الكل التونسي الكل يعني الحاجه الحلوه في تونس عفيف، والحاجه البنينه في تونس انه بكلنا ديما لحمه واحده، بكلنا ديما يد أكيد. واحده يعني كليبيستيه توريستيه صفاقسيه، كل نحبوا ديما الراي الوطنيه في اي مكان موجود ديما نشجعوا. احنا اليوم توانسه ماناش كليبيستيه ولا يعني نفرحوا نبكيوا مع بعضنا ندربيو مع بعضنا، خلينا نقول نربط 90 دقيقه مع بعضنا، نحزنوا مع بعضنا نفرحوا مع بعضنا. ناخذوا معنا لطفي خالد. لطفي مرحبا يا لطفي. مرحبا بك سيد، تحيه ليك على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. كما كنا مع رفقي بوسطة اول باول مع كل ما صار لجماهير الترجي اليوم قبل مباراه، ويوم تعب كبير برشا من ساعات الاولى من الصباح، ويعني قرابه 5000 متفرج ما دخلش للمباراه حرمان، وكذلك يعني بصراحه يوم شاق جدا تعدى على جمهور الترجي اللي تكبد عناء السفر للقاهره من كل انحاء العالم. لكن احنا موجودين دائما في مساحه حتى الوفاة بالقاهرة اللي تمنينا على حالة الصحية لمحبة الترجي التونسي اللي تعرض لإصابة اليوم كسر على مستوى الشيفي أحمد بالساهر في العملية منذ قليل، ومنذ قليل انتهت العملية الجراحية الدكتور علي رضا المصري. سيد علي رضا الدكتور غادر المستشفى، وكان كنا في حوار مع الإطار الشبه الطبي واللي كان موجود مع الدكتور علي رضا. عليه الإطار الشبه الطبي، ما هو إطار شبه طبي وإطار طبي خالد. أيضا خالد. إطار طبي موجود في قطر وتحول يعني للقاهرة باش يتفرج على المباراة معنا سي عبد الله العجيمي إطار طبي. مرحبا بك. مرحبا يا عسلامة الناس الكل. أول حاجة نقول الحمد لله على سلامة خونا. وان شاء الله ذاك حد الباس، والحمد لله على نعمة تونس، هذه حاجة مهمة ياسر. ونحب نطمن الجماهير الكل والمكشخين الكل اللي راهو لاباس عليه، الحمد لله رب العالمين العملية نجحت. نوعية الإصابة بنبدا واضحين أسباب الإصابة، أسباب الدكتور، أسباب دكتور 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 في مستوى الكاحل. دكتور ماذا بينا كنت تعطينا اسباب الاصابه، سامحني اسباب الاصابه. الحمد لله يعني ربك سبحانه قدر اني نكون انا كنت اول شيء موجود في التدافع اللي كان تحت الخيمه اللي انصاب على اثره خونا، وفي نفس الوقت تم مصابين اخرين، بس الحمد لله رب العالمين اصابتهم يعني كان تدافع بين الامن، نجم نقولوا يعني كان مفتعل فعلا يعني، و والحمد لله سلامات. الحمد لله ندخلوا يعني خلينا نقولوا 10% من المحبين نتاع الترجي الرياضي التونسي، وهذا هو الحمد لله. كنت انا على عين المكان انا ونذكر زاد معايا كان صديق اللي هو نفس الشيء من حسن حظ الدكتور بن حميده، هو جراح أوردة، جراح الأوردة وجراحة القلب مع المجموعة الآن. يعني شنو الحالة الصحية؟ الحالة الصحية نتاعو الحمد لله العين مستقرة. نشكر زاد سعادة السفير الدولة التونسية في قطر اللي الحقيقة ما قصرش، أول ما سمع بينا اللي احنا وصلنا للمستشفى يعني ما خداش وقت، وإنه اتصل بينا وقام بالاتصالات اللازمة، والحمد لله يعني تكفلوا هما بجميع يعني المستلزمات اللازمه، وكانوا فعلا يعني في يعني في المستوى الرفيع، والحمد لله رب العالمين على نعمه تونس مره اخرى نقولها. اشيكم احمد حسب المحادثه اللي صارت بيني وبين الدكتور ان شاء الله يقوم من هنا تقريبا نصف ساعه، خلينا نقولوا ساعه باش يكون ينجم يتحدث. وبالنسبه ان شاء الله للراحه تاريخ المغادره نتاعو للمستشفى حسب الدكتور راح تكون ان شاء الله من هون الى تقريبا غدوه او بعد غدوه حسب، بالطبع لان كانت عمليه شويه حساسه، ف المفروض انه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله غدوه او بعد غدوه ان شاء الله يغادر المستشفى، وان شاء الله يرجع لعائلته سالم سليم من تونس ان شاء الله. بلادنا الناس الكل ورانا نحبوها. يعطيك الصحه. شكرا لك، شكرا لك لطفي خالد، يعطيك الصحه لطفي. لطفي شكرا كنت تسمع فيا لطفي.
خذينا فكره معناها بون، هي الفكره الباز الاساسيه هي الاسباب اللي ادت الاصابه هذه، خذينا يعني فكره شامله. ان شاء الله ان شاء الله الاجواء الكل اللي ما زلت معناها موديما فما تبعات الخروج يعني من النهائي، ثم وقع الاطمئنان بشكل مباشر على صحه المحب هذا لجمعيه الترجي الرياضي التونسي. هو وصل الكلام انه فتره الراحه وقتاش وكل شيء. اي الاجمل من هذا الكل انه احنا التوانسه والمصاروه يعني شعب واحد، يعني وكنا اكيد التونسي في مصر ولا المصري في تونس، يعني كنا شعب واحد. وحتى الجمعيات الكل يعني لطفي خالد يعني كلها جمعيه واحده. انا ديما نقول الشعار اللي يرفعوه هنا من تونس انه يا سيف احنا نحكيو سبور، اللي يهمنا ديما الحاله الصحيه لمحب تونسي تكبد عناء السفر الى مصر لمشجع. الحمد لله انه في صحه جيده والحمد لله يا رب. الان في صحه جيده الحمد لله ولا ولاباس، وهذا معناها هذه نرفعوا معناها تحيه يعني يعني تحيه كبيره برشا للاطار الطبي وشبه الطبي التونسي، وتحيه كبيره برشا لكل الطاقم اللي رافق الترجي الرياضي التونسي، وتحيه كبيره برشا ايضا للاجواء اللي مرت بها المقابله الحقيقه دون رمي ورود، يعني اجواء جميله. ديما عندنا كلمه نقولوها انه الجمعيات الكل التونسيه اللي تلعب خارج تونس هي جمعيات من نجمو كان التونس الكل نشجعوها.